الطلبة والطالبات من جديد استكمالا للاناتومي اوف ذا يورينري سيستم او ترشيح الجهاز البولي. هناخد بعد الكيدني او ما شفنا ترشيح الكيدني تفصيلا هنبدا في الجزء الثاني من الكومبوننتس او المين كومبوننتس اوف ذا يورينري سيستم اللي هو اليوريتر. اليوريتر اللي هو الحالب. اليوريتر ده عباره عن ماسكولو ممبرينس تيوب ذات كونفيز يورين فروم ذا كيدني تو ذا يورينري بلادر. ده الانبوبه العضليه او العضليه الغشائيه اللي بتمتد من الكليه او من الرينال بيلفس تنقل اليورين لليورينري بلادر او للمثانه البوليه. اي عضو انبوبي بيتكون من ثلاث طبقات، طبقه داخليه بيسموها الميوكوزا، والطبقه الوسطى بيسموها الماسكولوزا او الماسكولار لاير، والطبقه الخارجيه بنسميها الادفنتيشيا او السيروزا. الطبقه الوسطى بتاعه اليوريترز او الحالب اللي هي الماسكولار لاير دي بتشتغل في بريستالتيك موفمنت، حركه دوديه عشان تنقل اليورين من الكيدني او من الرينال بلفس حوض الكلى لليورينري بلادر. دي هيبقى لها اهميه كلينيكيه اللي هي بريستالتيك موفمنت اوف ذا يوريتر، هنتكلم عليها في الابلايد اناتومي اوف ذا يورينري سيستم. في الهورس البروكسيمال بارت اوف ذا يوريتر في الجزء العلوي من اليوريتر والرينال بلفس اتفقنا ان في ما يسمى بالميوكوس تيوبولو الزور جلاندس، ودي بيعزى اليها التيربت كولر بتاع اليورين بتاع الهورس او في الاكواينز زي ما حضرتك شايف معايا كده في الصوره. ادي فايبرس لير من بره، ودي الماسكولار لير اللي هي بتشتغل في ستالتيك موفمنت عشان تحرك البول من الكيدني لليورينري بلادر، ودي الميوكوزا بتاعت اليوريتر. صورة تانية ادي الماسكولار اللي في نصه الادفنتيشيا اللي بره او الفايبرس كوتي بتاعه، ودي الميوكوزا اللي جوه. الميوكوزا بتبقى الابيسيليام بتاعه بيبقى زي ما حضرتك شايف مكون كذا طبقة اللي هو بيبقى ترانزيشنال ابيسيليام. اليوريترز بيتكون من تلات اجزاء ما يسمى بالابدومينال بارت والبلفيك بارت والانترا ميورال بارت. زي ما هنشوف كده ادي التلات اجزاء بتوع اليوريتر ابدومينال بارت وبيلفيك بارت وانترا ميورال بارت. الابدومينال بارت بيبدا منين؟ بيبدا من الريتروبيريتونيال اريا من الكيدني لان الكيدني موجوده ريتروبيريتونيال، ويمشي في السابلامبر ريجون اللي هي موجوده فيها الكليه، المنطقه اللي بشاور عليها دي السابلامبر ريجون، لحد ما يوصل للبيلفيك انلت مدخل الحوض. هنا الجزء ده هو الابدومينال بار، بيبقى ريليتد تو او في الفنترال اسبكت بتاع اللارج برانشز اوف ذا ابدومينال اورتا اند ذا كودال فينا كافا وكونتينوس لحد البلفيك اللي مدخل الحوض. دي عظمه البلفيك بون او السكوزي، المنطقه دي البلفيك اللي او مدخل الحوض. الجزء اللي بشاور عليه ده هو الابدومينال بارت، يبقى ماشي تحت السابلامبر ماسل، بدا من الكني بيبقى الجزء ده ريتروبيريتونيال لحد ما يوصل لمدخل الحوض. وصل لمدخل الحوض بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه البلفيك بارت. يبقى ده اول جزء اللي هو الابدومينال بارت، يبقى له ريليشن للبرانشز بتاع الاورطه اللي هي ماشيه جنبه والكودال فينا اللي هو الوريد الاجوى في السفلي وشريان الاورطه في المنطقه دي لحد ما يوصل للبلفيك اللي بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه بلفيك بارت. ده كان اول جزء من اليوريتر. تاني جزء من اليوريتر بنسميه البلفيك بارت. البلفيك بارت ده بيمشي في البرود ليجامنت في الفيميل والجينيتال فولد في الميل. ايه بقى حكايه البرود ليجامنت والجينيتال فولد دي؟ العينه اللي معانا دي عبارة عن فيميل سابجكت، يعني دي أنثى حصانها ومير، ده اليوترس. اللي ماسك اليوترس ده بيسموه البرود ليجامنت، اللي ماسك كل الفيميل جينيتال اورجان مثبتها دي فولد من البرتون او طيه من البرتون ماسكه الفيميل جينيتال اورجان دي بيسموها البرود ليجامنت. فاليوريتر يمشي في البرود ليجامنت اللي هو البلفيك بارت لحد ما يوصل فين؟ لحد ما يوصل لليورينري بلادر. الجزء من الحالب ده هو بيسموه البلفيك بارت، يبقى ماشي في الانثى فيما يسمى بالبرود ليجامنت اللي انا بشاور عليه ده البرود ليجامنت اللي هو
هو فولد من البريتون. في الذكر بقى والميل سابجكت بيمشي فيما يسمى بالجينيتال فولد. الجينيتال فولد هي فولد من البريتون اللي حضرتك بشاور عليها دي، هي الجينيتال فولد. ماشي فيها ايه؟ ماشي فيها الدكتس ديفرنس، الاثنين دول دكتس ديفرنس، دي التستس طالع منها الوعاء الناقل ده اللي هو الدكتس ديفرنس، دخل جوه الجسم، التستس بتبقى بره الجسم. الدكتس ديفرنس دخل عن طريق ما يسمى بالانجوينال كانال او القناه الارهابيه اللي هي بجانبي الفخذ، ده دخل جوه البلفيك كافيتي دي اللي مثبته هنا، مثبت الاثنين دكتس ديفرنس او ماشي في فولد من البيرتون، بنسميها ايه؟ بنسميها الجينيتال فولد. فاليوريتر الحالب اللي قدام حضرتك ده الجزء البلفيك بارت بتاعه، ده كان الابدومينال بارت وده البلفيك بارت، ماشي جوه الجينيتال فولد اللي هي طايه من البيرتون لحد ما يوصل فين؟ لحد ما يوصل لليورينر بلادر. امال بقى فين الانتراميورال بارت؟ الانتراميورال بارت ده بيسموه الجزء داخل الجداري او الجزء داخل العضل، ده جوه الوول بتاع اليورينر بلادر او البلفيك بارت. اليورتر لما بيوصل لليورينر بلادر او للدورزال سيرفيس بتاع اليورينر بلادر، وصل للسطح الظهري بتاع البالونه دي اللي هي اليورينر بلادر، بيدخل بزاويه 45 زاويه حاده او اكيوت انجل، يمشي جوه الجدار شويه زي ما هنشوف كده اهو. بص حضرتك معايا، هو مشي ايه؟ مشي جوه الجدار، اليورتر جه على الدورزال سيرفيس بتاع اليورينر بلادر ومشي جوه الجدار ما بين الميوكوزا وما بين الماسكولوزا، بقى في جزء من الحالب جوه جدار اليورينر بلادر، كانه كوره بتتكون من طبقتين او ثلاث طبقات بقى لو صح الحديث، يعني اللي هي الميوكوزا والماسكولوزا والسيروزا، دخل ما بين الطبقات بتاعتها اليورتر، بقى جزء من اليورتر طوله حوالي 2.5 سنتي مشي جوه الميوكوزا او جوه الوول بتاع اليورينري بلادر. الجزء ده هو من اليورتر بنسميه انتراميورال بارت اوف ذا يورتر، ده الجزء الثالث من اليورتر. يبقى اليورتر بيتكون من ثلاث اجزاء ما يسمى بالابدومينال بارت والبلفيك بارت والانتراميورال بارت، دول الثلاث اجزاء بتوع اليورتر، جزء بطني، جزء حوضي، جزء داخل جداري اللي هو الانتراميورال بارت. الانتراميورال بارت ده فايدته ايه؟ يعني ربنا حب المكان ده بالشكل بدخول اليورتر في اكيوت انجل في زاويه حاده، امتد طوله حوالي 2.5 سم داخل الجدار. ليه؟ علشان يشتغل كسفنكتر، لما اليورينر بلادر يحصل لها فيلنج وزيورن تملا بالبول، يضغط الجدار الجزء ده ما هو شاليموه داخل الكوره دي، بس ما دخلتش مباشرة، ده مشي جوه الجدار شوية المسافة 2.5 سنتي وبعدين فتحت بإيه؟ فتحت باليوريتريك أوريفيس، دول فتحتين اليوريتر. الجزء داخل الجدار ده يشتغل كي يشتغل كسفنكتر كصمام، لما اليورينر بلادر تملأ باليورين تضغط على الانتراميورال بارت ده يتقفل، يمنع الريجرجيتيشن اوف ذا يورين او الباك فلو اوف ذا يورين تو ذا كيدني، يبقى يمنع ارتداد البول من اليورينر بلادر من المثانة البولية للكيدني. ده كان السيجنيفيكانس بتاع وجود الانتراميورال بارت اوف ذا يوريتر. بعد كده تالي جزء من اليوريناري سيستم اللي هي اليوريناري بلادر او المثانه البوليه. المثانه البوليه دي عباره عن ايه؟ ماسكولو ممبرينس ساك، ده اليوريتر كان تيوب، ماسكولو ممبرينس تيوب ممتده من الرينال بلفيس لحد اليورينال بلادر، انما اليورينال بلادر دي ساك، كيس ماسكولو ممبرينس ساك. وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها بتشتغل كريزرفوار لليورين تلتو اكسبيل توزي اوتسايد، بتشتغل كمخزن او مكان يتخزن فيه البول لحد ما يطرد للخارج او يخرج بره الجسم عن طريق اليورينيشن. الشيب بتاعها والسايز بيبقى فاري اكوردنج تو ذا ستيت اوف اتس فولنس، بيختلف شكلها ووضعها والبوزيشن بتاعتها داخل الجسم تبع درجه امتلاءها، هل هي فيلد وذ يورين ولا هل هي امتي فروم ذا يورين. دي اليورينال بلادر اللي قدام حضرتك دي موجوده في البلفيك كافيتي، ده ابدومينال كافيتي وبلفيك كافيتي اوف ذا كات، وضع الكات ان هي موجوده على الدورز الريكامبانسي على ظهرها فاتحينها، دي البطن بتاعتها ودي منطقه الايه الحوض بتاعتها، دي اليورينال بلادر اهي. اليورينال بلادر عموما هي بلفيك اورجان، ولكن يعني موجوده جوه البلفيك كافيتي، ولكن لما بتبقى كومبليتلي فيلد وزيورين بتبقى ابدومينال اورجان، بتمتد للبطن بقى لما تملا البالونه دي او الكيس دوت باليورين يمتد البطن، انما هو عموما بيلفيك اورجان او عضو حوضي. كل يوريتر زي ما قلنا بيدخل جوه اليورينر بلادر بزاويه 45 درجه زاويه حاده ويمشي حوالي 2.5 سم داخل اليورينري بلادر. ايه اجزاء بقى اليورينري بلادر؟
أجزاء اليورينري بلادر بتتكون من ثلاث أجزاء. أول جزء بنسميه الإيبكس، تاني جزء بنسميه البادي، تالت جزء النك. نشوف حضرتك مع بعض كده. الإيبكس أهو الجزء اللي أنا بشاور عليه ده، ده الإيبكس، ده الموست كرينيال بارت بتاع اليورينري بلادر. الجزء اللي احنا ملونينه بالأخضر ده، ده عبارة عن فيتال ريمنانت أو بقايا جنينية لما يسمى باليوريكس. اليوريكس ده عبارة عن أنبوبة كانت بتمتد من اليورينري بلادر بتاعة الجنين وتصب فيما يسمى بالألانتويس. حوالين الجنين مجموعة من الأكياس أو الأغشية الجنينية، من ضمنها ما يسمى بالألانتويس. حضرتك لما تدرس جنرال امبريولوجي هتعرف في حاجة اسمها الفيتال ممبرين، اللي هي الأمنيون واليوكساك والألانتويس. من ضمن هذه الأغشية الجنينية ما يسمى بالألانتويس. الألانتويس ده مكان النفاذ بتاع الجنين، في قناة بتصل ما بين اليورينري بلادر أوف زي في لحد الألانتويس، تخرج الفضلات بتاعته من جسم الجنين بقى اللي لسه جوه الرحم للألانتويس. القناة دي بعد الولادة ما بقاش لها وجود، فبتتحول لما يسمى باليوريكس اللي هي عبارة عن فيتال ريمنان. تاني جزء من اليورينري بلادر اللي هو البادي. البادي ده المين بارت اوف ذا يورينري بلادر، الجزء الاساسي من اليورينري بلادر اللي هو بيسميه جسم، الجسم بتاعها بقى ده الجزء الاساسي منها، المين بارت، وده يعتبر الميدل بارت بتاعها او الجزء الاوسط منها. تالي الجزء اللي هو النيك اوف ذا يورينري بلادر، ديت العنق بتاع اليورينري بلادر. النيك بقى هتستمر كايه بعد كده؟ هتستمر كيوريسرا. يبقى اليورينري بلادر بتتكون من ثلاث اجزاء، ايبكس وبادي ونيك. النيك دي الجزء الاخير منها، وهيستمر بعد كده كايه؟ كانبوبه عضليه غشائيه اللي هي اليوريسرا او الاحليل او قناه مجرى البول. لما نيجي نشوف هو تستمر كايه؟ كيوريسرا زي ما حضرتك شايف كده، ده النك بتاع اليورينري بلادر. نيجي دلوقتي نشوف الريليشن اوف ذا يورينري بلادر. الدورزال ريليشن بتاع اليورينري بلادر، دورزال فوقها ايه وفنتر اللي تحتها ايه، ولكن دورزال بيختلف ايه اللي فوق اليورينري بلادر بيختلف فيه الميل سابجكت عن الفيميل سابجكت. يعني في الذكر بيبقى موجود حاجات فوق اليورينري بلادر، التراكيب اللي موجوده في اليورينري بلادر بتختلف من الميل للفيميل. فعندنا في الميل بيبقى موجود ما يسمى بالجينيتال فولد والريكتوم. في الميل اللي موجود فوق اليورينري بلادر الجينيتال فولد اللي هي طي البيروتوني اللي كانت ماشيه في قلبها، الطيه دي كان ماشي فيها اليوريترز، وكمان موجود فوقها الريكتم. الريكتم اللي هو المستقيم اللي هو نهايه الامعاء بنسميه الريكتم، اللي هو ينتهي بفتحه الشرج اللي هي الانس. فايه اللي فوق اليورينري بلادر ده؟ في الميل سابجكت الجينيتال فولد بالكونتينتس بتاعتها. ايه الكونتينتس بتاعتها؟ اللي هم الاثنين داكتس ديفرنس، الجينيتال فولد اللي هي الفولد بتاع البيروتون دي اللي فيها الاثنين داكتس ديفرنس، وادي الريكتم. دي صوره ثانيه للريليشن بتاعتها في الميل اللي فوق الاثنين داكتس ديفرنس والريكتم. اللي قدام حضرتك ده الريكتم، ودول الاثنين داكتس ديفرنس، والفولد بقى اللي هتبقى ماسكاهم هنا بنسميها جينيتال فولد، ودي اليورينري بلادر. ادي التست اهيت وماشي منها الداكتس ديفرنس دخل جوه الجسم، دي اليورينري بلادر وجاي لها اليوريترز من الكيدني. في الفيميل بقى ايه اللي موجود فوقها؟ موجود فوقها اليوترس والفاجين، زي ما هنشوف كده اهو. ادي اليورينري بلادر اللي موجود فوق اليوترس والفاجينا، دول دورزالي بجانب الريكتم. الريكتم في الميل والفيميل موجود دورزالي اليورينري بلادر. يبقى اللي فوق اليورينري بلادر في الفيميل سابجكت هو اليوترس والفاجينا، ده الدورزال ريليشن بتاعتها. دي صوره ثانيه اهو للفيميل سابجكت. ادي اليورينري بلادر، ادي اليوترس، ده في الرابت. اليوترس بيبقى دابلكس او مزدوج. اللي فوق اليورينري بلادر الريكتم اهو، وادي اليوترس والفاجينا موجودين فوق اليورينري بلادر. لما نيجي نشوف الفنترال ريليشن سواء في الميل او في الفيميل، بتبقى موجوده فين؟ موجوده على الفلور، سواء بتاع البلفيك كافيتي لما تكون فاضيه من البول، لما تكون مليانه باليورين او فيد ويز يورين، هتمتد للابدو من قدام، وهتبقى الفنترال ريليشن بتاعتها الفنترال ابدومينال وول على جدار البطن السفلي او الانترنال اسبكت اوف ذا ابدومينال وول بالشكل ده كده.
اهو لما تكون مليانه بالبول هتمتد للابدومن، تدخل جوه الابدومن هنا. لما تكون امتي او فارغه من البول هتبقى جوه التجويف في الحوض. ده الابدومنال كافيتي اهو، وده البلفيك كافيتي. ده كان الريليشن اوف ذا يورينري بلادر. نشوف صوره تانية اهو للريليشن بتاعتها. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كروس سيكشن، كاننا قطعنا في منطقه البلفيس دي، قطعنا في البلفيك كافيتي ده. نشوف ايه اللي موجود بالترتيب كده من الدورزال للفنترال. نبص نلاقي الموست فنترال وان اللي هي متلونه بالازرق دي اليورينري بلادر. ايه اللي فوق خالص بقى او الموست دورزال ستراكشر؟ هو الريكتوم، سواء في الميل او في الفيميل. يبقى الموست دورزال ستراكشر في الميل او الفيميل هو الايه؟ الريكتوم. ايه بقى اللي موجود في النص اللي هو على طول دورزال لليورينري بلادر، اللي فوق اليورينري بلادر على طول؟ في الميل نلاقي الاثنين داكتس ديفرنس، وما يسمى باليوترس ماسكولينس. اليوترس ماسكولينس ده عباره عن بقايا جنينيه في تيرمينال. فالدورزال ريليشن اوف اليورينري بلادر في الميل عباره عن الداكتس ديفرنس واليوترس ماسكولينس والفولد دي. الفولد دي سميناها ايه؟ اللي هي فولد من البروتون، سميناها الجينيتال فولد. الجينيتال فولد، وده طبعا البرايتال بيروتونيوم اللي عمل طيات حوالين الاحشاء دي وثبتها في مكانها. ده الفيسرال بيروتونيوم او الفيسرال لير اوف ذا بيروتونيوم. الفيسرال لير اوف ذا بيروتونيوم اللي ماسكه الداكتس ديفرنس واليوترس ماسكولينس او الرحم الذكري ده، دي بنسميها الجينيتال فولد. هنا برضو اليوترس اهو، البرود ليجامنت هو اللي مثبت اليوترس ده، ده فولد من البروتون. فالدورزال ريليشن اوف ذا يورينري بلادر في الميل سابجكت، فوقها الجينيتال فولد اللي هي الكونتينتس بتاعت الداكتس ديفرنس واليوترس ماسكولينس بجانب الريكتوم. انما في الفيميل الدورزال ريليشن بتاع اليورينري بلادر بيبقى عباره عن اليوترس والريكتوم. هنشوف دلوقتي الاستراكشر اوف ذا يورينري بلادر. الابيثيليوم لايننج ذا يورينري بلادر بيبقى ترانزيشنال ابيثيليوم. الترانزيشنال ابيثيليوم قلنا بيتكون من كذا طبقه وبيختلف شكله تبع الديجري اوف ذا فولنس اوف ذا يورينري بلادر. تاني طبقه اللي هي الصاب ميكوزا، دي الميكوزا، دي الصاب ميكوزا. بعد كده طبقه الماسكولوزا او الماسكولار لير، عباره عن لونجيتودنال ماسلز فايبر وسيركولار ماسلز لير، ودي اللي بتحصل لها كونتراكشن عشان تعمل ايفاكويشن لليورينري بلادر اثناء عمليه الميكتوريشن او اليورينيشن. اخر طبقه اللي هي الادفنتيشيا، عباره عن كونكتيف تيشو لير او الادفنتيشيال كوت. زي ما قلنا حضرتك اهو بيختلف شكل الميوكوزا تبع الديجري اوف ذا فولنس اوف ذا يورينري بلادر، تبع درجه امتلاءها. لو حصل لها كومبليت فيلينج ويز يورين او بتبقى ديستند، بتلاقي الخلايا بتبقى شكلها فلاتن. دي لو هي ايفاكويتد او فاضيه من البول ما فيهاش يورين، بتلاقيها كولابسد وثرون انتو لونجيتودنال فولدز. نبص بالصوره اللي جايه دي اهي، دي فولدز اهي، دي في حاله لما تكون امتي فروم يورين او ما فيهاش اي بول. انما دي لما تكون فيلد ويز يورين، بتلاقي الخلايا بتبقى فلاتن والوول الكورجيشن او اللونجيتودنال فولدز، الطيات الطوليه اللي موجوده في المخاطيه بتاعتها دي بتتشد لما بتملأ بالايه؟ اليورين. جزء من البادي او البادي بتاعتها والابيكس، ده الابيكس بتاعها ودي البادي، ده بيبقى كفرد ويز بيروتون. منطقه النك وانت بقى خارج على خارج الجسم من اليوريثرا دي يسموها ريتروبيروتونيال بارت، او جزء انكفرد ويز بيروتونيا. بيبقى لها جزء مستغطي بالبيروتون اللي هو الابيكس والبادي، والجزء النك بتاعها ده بيبقى ريتروبيروتونيال بارت. من الداخل لو شفنا بقى التركيب بتاعها من الداخل، نلاقي عليها ما يسمى باليوريكس، وده عباره عن سكار تيشو، وده بيعتبر فيه تيرمينانت للالانتويك ستوك، وده بيبقى مكان دائما بيحصل فيه كرونيك انفلاميشن. فنبقى عارفين ان المكان ده عباره عن فيه تيرمينانت على الايبكس اوف ذا يورينري بلادر، لان بيحصل فيه دائما الكرونيك انفلاميشن في منطقه اليوريكس دي. من الداخل بقى الساك اللي هي اليورينري بلادر دي، لو فتحناها التركيب اللي قدام حضرتك او الشكل اللي قدام حضرتك ده الدورزال اسبكت بتاعها، هي من فوق صورناها من فوق، نلاقي دي اليورينر بلادر، الاثنين يورتر، الاثنين يورتر مشوا جوه الجدار شويه. سمينا الجزء اللي جوه الجداري ده ايه؟ انترميورال بارت اوف ذا يورتر. طب هو دخل جوه الجدار، الفولد بقى من الميوكوزا اللي بتغطيه ومشي جوه الوول نفسها، جزء من الوول اللي مغطي اليوريتر من الداخل ده بيسموه ايه؟ بيسموه يوريتريك كولمز. يبقى اليوريتريك كولمز دي عباره عن الميوكوزا الكفرنج للانتراميورال بارت اوف ذا يوريتر، الجزء من الميوكوزا بتاع اليورينري بلادر اللي بيغطي الانتراميورال بارت. اليوريتر يفتح فين؟ يفتح
اور بالنك بتاع اليونر البلادر كده او باليوريتريك اوريفيس. الفتحتين دول يسموهم يوريتريك ايه اوريفيس. الاثنين يوريتريك اوريفيس دول يمشوا قدامهم فولد من الميوكوزا يسموها ايه, يسموها اليوريتريك فولدز. اليوريتريك فولدز اتنين فولدز يلتقوا فين, يلتقوا يكونوا ما يسمى باليوريسرال كريست. دي اليوريسرال كريست لان ده النيك اوف ذا يورينر بلادر, خلاص عنق البلادر اليونر بلادر هتنتهي هنا وهتمتد كيوريسرا. المنطقه بقى المثلثه اللي ما بين الاثنين يوريتريك اوريفيس والاثنين يوريتريك فورد منطقه مثلثه, ولذلك بيسموها ايه, بيسموها ترايجونام فيزيكي او الترايجون اوف ذا يورينر بلادر. ادي اليوريسرال كريست اهي, وادي الترايجون فيزيكي او الترايجونيوم فيزيكي المنطقه المثلثه دي. المنطقه المثلثه دي لها اهميه كلينيكيه كبيره بتعزى اهميتها لمجموعه من الاسباب. اولا المنطقه دي بتبقى فيها الميوكوزا ستريتش سواء اليورينري بلادر فيلد وذ يورين او امتي فروم ذا يورين. احنا عرفنا ان اليورينري بلادر لما تكون مليانه باليورين بتبقى الوول بتاعتها ستريتش, لما تبقى فاضيه من البول او امتي فروم ذا يورين بتبقى الميوكوزا بتاعتها بتبقى فيها لونجيتودينال فولس او طيات طوليه. لكن المنطقه الترايجون دي او الترايجونيوم فيزيكي المنطقه المثلثه اللي ما بين الاثنين يوريتريك اوريفيس والاثنين يوريتريك فولد دي, المنطقه المثلثه دي بتبقى ستريتش باستمرار ما فيهاش الكوريجيشن دي خالص. تاني حاجة فيها الاستريتش ريسيبتورز او المستقبلات للشد بتاع اليونر بلادر بتبقى كتير جدا وعالية جدا, فالمنطقة دي اللي بيحصل فيها يحصل فيها استريتشنج واحساس بامتلاء اليونر بلادر بالبول, فتبعت الريسيبتورز دي المستقبلات دي تبعت السيجنالز للبرين عشان يقول لليونر بلادر ده انت لازم تعمل ايفاكويشن. تالت حاجة فيها البلاد سبلاي عالي جدا في منطقة الترايجون اوف ذا يورينري بلادر, بيبقى الفاسكوليتشر عالية فيها. المنطقه دي لها اهميه امبريولوجيه خاصه او في الامبريولوجي بنلاقيها, هي اليورينال بلادر بالكامل اندوديرمال في الاورجن, نشأة من الاوديم الداخلي او الوريقه الداخليه من الجنين, ولكن منطقه الترايجون دي او الترايجونيوم فيزيكي دي ميزوديرمال في الاورجن, بتنشأ من الاوديم الاوسط او الطبقه الداخليه الوسطى من الجنين. فلها مجموعه من الصفات ادتها اهميه. الترايجونيوم اوف ذا يورينري بلادر ده لو حصل فيه مشاكل ايه اللي هيحصل, ده اليورينري بلادر مش هتوصل الرساله للبرين ان البلادر عاوز تفضى, فممكن يحصل ايه, يحصل تهتك للوول بتاع اليورينري بلادر الماسل, وازاي بيحصل ايفاكويشن لليورين. السيجنالز تطلع من منطقه الاستريتش ريسبتورز اللي موجوده في الترايجونيوم فيزيكي تروح للبرين يقول لليورينري بلادر خلاص انقبض, تنقبض الماسكوليتشرز بتاعه الوول, ويحصل ايه, ويحصل ريلاكسيشن للسفنكتر مصل, الصمام اللي موجود ما بين اليوريسرا وما بين اليورينري بلادر, يفتح الصمام ده الفتحة اللي ما بين اليوريسرا وما بين اليورينري بلادر اللي هو بنسميه انترنال يوريسرال اوريفيس. المنطقة دي منطقة الانترنال يوريسرال اوريفيس اللي هو الفتحة الداخلية لليوريسرا على اليورينري بلادر, تفتح الصمام ده ودي تنقبض الجدار بتاعه فيحصل ايفاكويشن لليورين, اليورين يخرج من اليورينري بلادر على اليوريسرا. فدي اهميه الايه, الترايجونام فيزيكي او الترايجون اوف ذا يورينري بلادر. فالمنطقه بتبقى فيري سنسيتيف تو ذا اكسبانشن اوف ذا وول اوف ذا يورينري بلادر لما بتبقى فيلد وبتبعت السيجنالز دي البرين. دي صورة تانية معانا ايه, دي منطقة الترايجون, دي الوول بتاعة اليورينري بلادر بتبقى ثرون انتو لونجيتودينال فولس, الميوكوزا فيها طيات طولية. دي منطقة اليوريتريك كالم, اليوريتر لما دخل مشي شوية جوه الجدار حوالي 2.5 سنتي فعمل لي ما يسمى باليوريتريك كالمز من الداخل اللي هو الانتراميورال بارت بيغطيه الميوكوزا يكون اليوريتريك كالم, ودي اليوريتريك اوريفيس فتحة اليوريترز, ودي اليوريتريك فولد طية من الميوكوزا تمشي البول على طول على اليوريسرا, ودي اليوريسرا الكريست, يبقى البول يجي كده يمشي من الترايجون ده على ايه, على اليوريسرا. دي الانترنال ستراكشر او الانتيريور اوف ذا يورينري بلادر. فالانتيريور اوف ذا يورينري بلادر بيكون من ما يسمى اليوريتريك اورفيس الفتحتين بتوع اليوريتر, والترايجون او الترايجونيوم فيزيكي اللي هي المنطقه المثلثه اللي موجوده ما بين التو يوريتريك اوريفيس واليوريتريك فولد. المنطقه المثلثه دي بيسموها ترايجون اوف ذا يورينري بلادر او ترايجونيوم فيزيكي, وفي الانترنال يوريسرال اوريفيس اللي هو فتحه اليوريسرا دي على من هنا كده على اليورينري بلادر, ده بيسموه انترنال يوريسرال اوريفيس, انترنال يوريسرال
اورفيس. فالترايجونيوم فيزيكي بيبقى الميكوزا فيه ستريتشد هايلي فاسكولارايزد سترونج سيجنالز، فيه الاشارات عاليه جدا لان في ستريتش ريسبتورز، بيبقى ميزوديرما في الاورجن، ده الانتيريور اوف ذا يورينري بلادر. دلوقتي هنتكلم على الفيكسيشن اوف ذا يورينري بلادر، تثبيت اليورينري بلادر، ازاي اليورينري بلادر بيحصل لها فيكسيشن او بتثبت فيه الوضع بتاعها او المكان البوزيشن اللي هي موجوده فيه. اللي قدام حضرتك ده عباره عن كروس سيكشن في البلفيك كافيتي، يعني واخدين قطاع في البلفيك كافيتي، نلاقي فوق في ايه، في الريكتم، وبعد كده ده في فيميل سابجكت، ده اليوترس وده اليورينري بلادر اللي باللون الازرق دي اليورينري بلادر، ودول الاثنين يوريتر. فنلاقي في فولد من البريتون بيسموها اتنين لاترال ليجامنت، يبقى اول تثبيت لليورينري بلادر في تو لاترال ليجامنتس و تو راوند ليجامنتس وميدل ليجامنتس، يبقى اليورينري بلادر بتتثبت بيه 5 ليجامنتس. الاثنين لاترال ليجامنتس دول عباره عن فولد من البريتون بيعملوا كونكشن لليورينري بلادر بالبلفيك وول، بجدار الحوض في اللاترال بلفيك وول. هنا لو ده الحوض قاطعين احنا الحوض كده كروس سيكشن، فالاثنين لاترال ليجامنت اللي هم دول كده، ده لاترال ليجامنت وده لاترال ليجامنت، مثبتين اليورينري بلادر مع اللاترال بلفيك وول. الراوند ليجامنتس بيبقى بقايا جنينيه لما يسمى بالامبلايكال ارترز، اتنين امبلايكال ارترز زي ما هنشوف كده اهو، الاتنين كورد لايك امبلايكال ارترز موجودين فين؟ موجودين على الفري بوردر اوف ذا لاترال ليجامنت، هم موجودين على الحافه الاماميه لللاترال ليجامنت. دول عباره كانوا عن شريانين سريين واصلين من السره لليورينري بلادر، الشريانين دول كانوا واصلين من الجنين للام، بعد الولاده اتقطع الحبل السري فبقوا بقايا جنينيه، بقوا هتحولوا لما يسمى بالتو راوند ليجامنتس اوف يورينري بلادر. اهو تو ليجامنتس كورد لايك ستراكشر انكلوز ان ذا فري كرينيال بوردر اوف ذا لاترال ليجامنتس اند ريبريزنت ذا فيستيج اوف ذا امبلايكال ارتز، يبقى هم بقايا جنينيه للامبلايكال ارتز زي ما حضرتك شايف كده، ماشيين على الكرينيال فري بوردر بتوع ايه، بتوع اللاترال ليجامنت. دول بالاثنين اللي باللون الاخضر اللي احنا رسمينهم دول بيسموهم الراوند ليجامنتس، يبقى اثنين لاترال ليجامنتس واثنين راوند ليجامنتس. فاضل ايه بقى؟ الميدل ليجامنتس. الميدل ليجامنتس عباره عن تريانجولار فولد من البريتون بتثبت اليورينري بلادر بالفلور بتاع البلفيك كافيتي، ما هو ده البلفيك كافيتي، ده الدورز الوول بتاعه، ودول الاثنين لاترال وول بتاعه، الجدارين الجانبيين بتوعه، واللي هنا الارضيه بتاعته او الفلور بتاعته. الفلور بتاعته اللي يثبت اليورينري بلادر مع الفلور ما يسمى بالميدل ليجامنت. الميدل ليجامنت اليورينري بلادر تتثبت ب 5 ليجامنتس، 2 لاترال ليجامنتس، 2 راوند ليجامنتس اند 1 ميدل ليجامنتس. هنتكلم دلوقتي على اليوريثرا. اليوريثرا اللي هي قناه مجرى البول او الاحليل. اليوريثرا عباره عن ماسكولومبرينس تيوب بتمتد من اليورينري بلادر لحد الاكسترنال يوريثرال اورفيس، يبقى بتمتد من المثانه البوليه عند ما يسمى بالانترنال يوريثرال اورفيس لحد ما تفتح. تفتح فين بقى؟ ده بقى في اختلاف. فنبص ان اليوريثرا في الميل بتختلف عن الفيميل. نبص قناة مجرى البول اهي، في الميل ممتدة من اليورينري بلادر جوه البلفيك كافيتي، الجزء منها ده يسموه بلفيك بارت، بس ما بتنتيش جوه البلفيك كافيتي، لا ده بتمشي مع ما يسمى بالبينس، بتمشي مع القضيب اللي هو العضو الذكري، وتنتهي في الخارج بما يسمى بالاكسترنال يوريثرال اورفيس. يبقى اليوريثرا في الذكرة طويلة جدا بتمتد من اليورينري بلادر لحد ما تخرج بره الجسم مع البينس، انما في الفيميل بتنتهي فين؟ بتنتهي داخل الجسم، يعني نهاية اليوريثرا في الفيميل جوه الجسم، دي اليورينري بلادر ودي اليوريثرا، يبقى بيختلف الطول بتاعها من الميل للفيميل سابجكت. اللي هنتكلم عليها دلوقتي بقى الفيميل يوريثرا. الميل يوريثرا هناخدها مع الميل جينيتال سيستم او الجهاز التناسلي الذكري. الفيميل يوريثرا عباره عن شورت ماسكولومبرينس تيوب بيجنز ات ذا نيك اوف ذا يورينري بلادر، بادئه منين؟ بادئه من عند النيك اوف ذا يورينري بلادر لحد ما تفتح فين؟ بتفتح ما بين تركيبين الفاجينا والفيستيبيول، المهبل والدهليز، وهنشوف صورة تانية ليهم دلوقتي. ده في ميل جينيتال اورجان،
بص حضرتك دوت الاوفري ودي اليوتراين تيوب او اللي هي كان زمان بيسموها الفالوبيان تيوب، وده اليوتراين هورن قرنين الرحم، وده الرحم، وده عنق الرحم اللي هو السيرفكس البودي والسيرفكس. دي اليورينر بلادر. اليوريثرا هنا تيجي تفتح ما بين ايه، الجزء ده بيسموه الفاجينا والجزء ده اسمه الفيستيبيول، اللي بيفصل ما بينهم الهايمن اللي هو غشاء البقار. بتفتح اليوريثرا في المكان ده، تفتح بايه ده الفتحه بتاعتها بنسميها اكسترنال يوريثرا اورفيس، انما الفتحه بتاعتها على اليورينري بلادر بيسموها انترنال يوريثرا اورفيس. ادي اليورينري بلادر ديت الفيميل يوريثرا، ده الانترنال يوريثرا اورفيس وده الاكسترنال يوريثرا اورفيس، بيفتح ما بين الفاجينا وهنا الفيستيبيول، ده في الفيميل. في الكاو والسمول رومانس والساو والشي كامل، في مجموعه من الحيوانات في تركيب بيوجد باوتش، يعني كيس تحت اليوريثرا اللي انا بشاور عليه ده، عباره عن ما يسمى بالصاب يوريثرال دايفيرتيكولم. صاب يعني تحت، يوريثرال جاي من كلمه يوريثرا، دايفيرتيكولم انتفاخ او كيس او باوتش. الانتفاخ ده هو له اهميه اكلينيكيه، ده الصاب يوريثرال دايفيرتيكولم اللي قدامنا ده عباره عن الفيميل جينيتال اورجانز واليورينري بلادر منطقه البلفس بتاع الكاو. فنلاقي الكيس ده هوت او الباوتش دي عباره بيسموها الصاب يوريثرال دايفيرتيكولم، له اهميه اكلينيكيه. لما حضرتك تيجي تدخل قسطره علشان تعمل ايفاكويشن لليورينري بلادر، لما يكون حصل يورين ريتينشن او احتباس للبول وعاوز تدخل قسطره توصلها للمثانه عشان تفضي اليورين اللي فيها، تخلي بالك ان في ما يسمى بالصاب يوريثرال دايفيرتيكولم. تدخل قسطره بالشكل ده هنا كده على اليورينري بلادر، طب تخلي بالك بقى ان في الصاب يوريثرال دايفيرتيكولم، ان ممكن القسطره تدخل بوجه الغلط فين، في الصاب يوريثرال دايفيرتيكولم، هتقف معاك. فتبقى عارف تشريحيا ان في باوتش موجوده تحت اليوريثرا اسمها ايه، صاب يوريثرال دايفيرتيكولم، موجوده في الكاو والسمول رومانس والساو والشي كامل. ادي برضو البلفز بتاع الساو اهو، ده الصاب يوريثرال دايفيرتيكولم.